السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا أخواتنا وأصحابنا مرحبا بكم. اليوم راح نطلقوا الموضوع يصيب أغلبية الطيور وهو مرض التشحم. التشحم منين يجي؟ هو من كثرة الأكل ومن كثرة تقديم البروتينات للطيور تاعنا، والأعراض تاعه أنك تجد الطير تاعك يكون خامل، ينفخ الريش تاعه، ما يتحركش بزاف، يوقف بزاف فوق المجثم ولا في أسفل القفص. العلاج تاعه أولا التوقف نهائيا عن تقديم كل مصادر البروتين مثل البيض المسلوق والبذور الزيتية. ثانيا زيادة نصف ميزان ولا وزن خلطات البذور اللي عندنا، مثلا عندنا كيلو غرام تاع خلطة بذور نزيدو لها نصف الميزان براقة ساك. ثالثا تقديم منقوع الزعتر والزنجبيل مع الليمون 4 إلى 5 مرات بالأسبوع لمدة لا تقل عن 20 يوم. ثالثا تقديم الخضار والفواكه 4 مرات بالأسبوع. رابعا تكبير القفص والتباعد بين المجثمين لزيادة الحركة وحرق الدهون. خامسا تقديم الدوش يوميا. وطريقة فحص بطن الطائر أنك تشد الطائر في يدك وتنزف على البطن تاعه، سوف تلاحظ طبقة صفراء أو برتقالية في البطن تاعه حتى الصدر، ممكن تمتد إلى الجناحين. يعني هذه الطريقة السهلة باش تعرف بلي الطائر تاعك راه مصاب بالتشحم. من أسباب التشحم الثاني ولا من النتائج تاع التشحم أنه يكون البيض فارغ، يعني لما يتزاوج الذكر والأنثى ويكون واحد فيهم مصاب بالتشحم يعني هنا البيض راح يكون فارغ 100%، يعني ما تكسرش راسك. إن شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. هذا هو موضوعنا اليوم. تهلاو في روحكم خاوتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.